أحببنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون كل صباح يا بنا أيها السبع عبروا المضيق لأرتكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة يرجى التكرم بالوقوف في هيا بنا هيا بنا أيها السبع أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطير ما جلب محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء ياسين في التوقيت المناسب في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية رصلت إلى ركلة ركنية الإقصائية يأتي هنا بالنسبة للمغاربة مع منتخب البرتغال كرة بمحاولة راسية أوه ينصيري نعم ووصلت إلى الثالثة للمنتخب البرتغالي في هذا الدور هذه ثالث مرة تصل فيها البرتغال إلى الدور ربع النهائي كرة بمحاولة ملعوبة الآن راسية لكن أيضا تغطية ويبعات في التوقيت المناسب تحولت في الجانب المقابل المرتدة وصلت لمصلحة المنتخب المغربي أسرع شوي ملعوبة في الجهة اليمنى إلى حكيم زياش مر تقدم زياش سدده بالقدم اليسرى من حكيم لكن إلى خارج أرضية كلما زاد القلق والحذر والخوف ياسين التحام ما بين وما بين برونو فرنانديز للمنتخب المغربي على تنفيذها حكيم زياش على تنفيذها حكيم زياش كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء راسية من يوسف انصاري كرة بمحاولة ملعوبة الأمامية الآن لكن أيضا راسية وإبعاد لا زالت مستمرة تسديدة خطيرة جدا خطيرة جدا الوضعية لا زالت مستمرة بهذا العدد الكرة في الجهة اليسرى عرضية ملعوبة راسية لا 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 بالقدم اليسرى عن طريق السليم لكنها لم تلعب بالشكل السليم لم تلعب عرضية مثالية رائعة جدا طريق روبن دياس يلعبها في الان وصلت إلى جهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء مغرب العز بين الأمم مغرب العز بين الأمم انصيري ينصر يوسف ينصر دينك يا يوسف أول الأهداف أحلى لعبك محاولة توجه في الجانب المقابل اصطدمت في العارضة الحذر قائمة يا الله الى هذه اللقطة لا يا برونو انهض يا برونو العب كالرجال واجهنا رجلنا طار وارتقى وسجل ووضع الكرة في شباك ديوغو واعلن عن اول الاهداف استراحة نعود من خلالها الى الزملاء في المجلس بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعي قنوات الكأس اينما كنتم مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الدور ربع النهائي المواجهة الثالثة في الدور ربع النهائي ما بين المنتخب المغربي ومنتخب البرتغال شوط أول انتهى لمصلحة المغرب بهدف مقابل لا شيء كان عن طريق اللاعب يوسف نصيري كرة بمحاولة المغربي بالقرب من منطقة الجزاء ملعوبة داخل المنطقة الرأسية قوله يا الله مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا لكن حارس المرمى على بداية أحداث هذا الشوط الثاني كرة عن طريق كريستيانو رونالدو اليامق على مستوى التغطية عرضية تأتي لكن في أحضان ياسين بونو كرة تصل سهلة إلى ياسين سفيان بوفال يتقدم وينطلق ويمر الآن ويمر الكرة على بشار في منطقة الجزاء معليش من عز الدين ولاحي يقدم أداء مميزا جدا في هذا اللقاء هو استمرارية لأدائه المميز في البطولة وهم لكل لاعبين المنتخب المغربي التبديل الأول للمغرب اضطراريا كرة بمحاولة ملعوبة راسية خطيرة مرت عن طريق غونسالو راموس محاولة ملعوبة وهذه المحاولة يجب أن يكون بالتركيز الكامل أشرف بعد دخوله إلى أرضية الملعب يجب أن يكون وإبعاد في التوقيت المناسب وصلت إلى لا حكم المباراة يشير بالاستمرارية تعود المحاولة من جديد تسديده كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب هذه اللقطة وهذه المحاولة لكن أعتقد بأن هنالك خطأ مع حكيم زياش أعتقد بأن هنالك تدخل
وحكيم زياش يستحق الخطأ، هو ساقطا في أرضية الميدان الآن. سلامات إن شاء الله لحكيم للتعديل، كرة داخل منطقة الجزوة، ياسين ياسين في التوقيت المناسب، ثلاث مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة يوهو بطل يا ياسين، أسد يا ياسين، اللقطة الماضية أنت الأسد وأنت الله 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 الله. محاولة من جواو لكن بونو ياسين في التوقيت المناسب، ياسين بونو في المكان تعود المحاولة، خلص ياسين مرة أخرى، ننتظر أقول لا نستعجل لا نستعجل لا نستعجل، شديرة يحاول لكن بأن تحتسب، تعود المحاولة رأسية وإبعاد، البحث عن المرتدة الآن، صفر يا حكم صفرها، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي، وبطاقة صفراء على بيتينيا، بطاقة صفراء على بيتينيا هنا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. انذار يأتي على بيتينيا، إليك بأن تتركها يا وليد، تركها تركها يا وليد تركها يا وليد، كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين، إلى ركلة، كرة إلى خارج أرضية الميدان، أوهو وليد شديرة يترك أرضية الملعب بالبطاقة مباشرة، أيوه في بغداد ولي نخل وفي السودان الشرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، خلصة خلصة خلصة، لا 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 وصلت عند بونو من بيبي، بيبي إلى خارج أرضية الملعب، صفر 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 للتاريخ، لكبرياء العرب لكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع، الله يا مغرب الله الله يا مغرب الله.